سليمان في افتتاح قريته. لا تعلق الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود. بعبدة تشيع طاولة الحوار ب28 جولة. إثيوبية تقطف سباق الركض لقدام متفوقة على مدامات لبنان. والعاملات الأجنبيات يتظاهرن لحقوقهن. الانتحار كان طريق الوحيد قدامنا لنتخلص من حياتنا. زيارة الراعي للقدس بالقانون والسياسة. ذهابه لن يفسر ولا رعويا ولا دينيا، سيفسر سياسيا، وهذا ليست لمصلحة ولا بكركي ولا الموارني ولا لبنان. ماذا قال نتنياهو عن علاقة إسرائيل بالسعودية؟ انتلازم الشوطفين شنخ يقولين לקדם אותם בכלכלה. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. من قريته الرياضية في جبيل أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان نيرانا سياسية منعا للخلل في رأس الهرم، داعيا اللبنانيين إلى عدم الرهان على الحل الخارجي، سائلا عن تلك القوانين التي تشرع تعطيل النصاب. وقال لا تعلق الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود. كلام رئيس الجمهورية يستبق فيه جلسة أخيرة لطاولة الحوار اليوم، واثنين الحوار هو جار أربعاء الانتخاب من حيث صفر النتائج والتمسك بعدم القرار في أي من الاستحقاقين. لكن ما يعاند في ترشيح الشخصيات المستحيلة هو كما يتعمد تسليم السلطة الأولى للفراغ، وكل فريق سواء أكان معطلا أو مرشحا الأسماء الصعبة يكون بأدائه هذا قد وجه دعوة إلى أولياء أمره الخارجيين بالتقرير عنه وعن الوطن. فعندما يستسلم السادة النواب للشغور ويجيرون خيارهم لغيرهم تتدخل الدولة على طبق من إنقاذ وكله بثمن، لكن هذا التدخل سيكون الطرف اللبناني شريكا فيه، ومن نادى برئيس من صنع محلي يكون قد ساهم في وصول سيد للقصر من صناعة خارجية بالتكافل والتضامن. وعن سابق تعطيل وترشيح والارتهان أو الهوان في الحريات كما في السياسة، حيث تقترب مهلة مثول الزميلين إبراهيم الأمين وكرم الخياط أمام المحكمة الدولية من دون أن يشعر وزير الإعلام أن عليه واجبا يؤديه تجاه أهل بيته الإعلامي. ما عليه هو محام لأكثر من 50 عاما قضاها يدافع عن موكليه والبقية هم خصومه. توقعناه أن يستخدم مهنة 50 سنة ويتطوع موكلا عن الإعلام، ابنه في الشرع الرسمي وصاحب شعاره في الحريات. أملنا منه فتح سيرتنا في مجلس الوزراء على أقل تقدير، أو طرح القضية من خارج جدول الأعمال وفق صلاحياته على أبعد تقدير، وكما وعد من اجتمع بهم من إعلاميين. لكن المحامي جريج لم يجري أي استثناءات على سير مهنته، ظل هو المحامي الوكيل في جبهة الدفاع عن المحكمة الدولية، وبقينا نحن الخصوم. أما توجيهات وزير الإعلام ونصائحه للإعلاميين بالالتزام والحضور أمام المحكمة فذلك قرار لن نحتاج فيه إلى استشاراته المأخوذة من ضروراته السياسية، وعندما نقرر المثول سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وعلى الهواء. في الإنجازات الأمنية تمكن الجيش اللبناني من إلقاء القبض على المدعو علي أمون المطلوب بمذكرات توقيف وبإرسال سيارات مفخخة، وذلك خلال كمين محكم نفذه عناصر الجيش مساء أمس.
لدى افتتاحه القرية التي تحمل اسمه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يؤكد أن حكومة التوافق التي تحمل في ذاتها عناصر تناقضاتها لا تستطيع ملء الفراغ الرئاسي. معربا عن سعادته باختتام عهده بتدشين مشاريع إنمائية في بلدته جبيل، افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قريته الرياضية في بلدته. وبما أن البلاد على أبواب الاستحقاق الرئاسي، فقد طالب في كلمته برئيس للجمهورية يمثل الوفاق والدستور، قادر على إدارة التنوع، لا مدير لحسابات الدول الخارجية، رئيس برنامج ماضيه الوطني والسياسي والأخلاق الوطنية يكون التزامه للبنان فقط، وتهمته الوحيدة ولاؤه لوطنه ومواطنيه، رئيس كبير يقبض على السياسة الخارجية، كبير بحجم لبنان الرسالة وبحجم إمبراطورية الاغتراب، متوجها إلى النواب والقوى السياسية بالقول: أوجه ندائي إلى السادة النواب وإلى جميع القيادات لأقول: لا تعلق الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود، فتحبط توقعات اللبنانيين المعلقة على قراركم، وتقطع حبل الاستثمارات ومواسم رزق الناس على أبواب الصيف. لا تجعلوا من الدستور شاهد زور إضافيا على الانتهاكات والتخلف عن القيام بالواجبات. لم يقل الدستور مرة بالحق في الغياب وعدم الحضور أو تعطيل النصاب أو الاقتراع بالأوراق البيض وعبارات السوء. علينا بتفسير واحد للدستور ومعنى واحد للوطن ومفهوم واحد للدولة. من هنا فإن التلكؤ عن واجب انتخاب الرئيس هو تنكر لمبادئ الجمهورية وتهديد للكيان الوطني وتشريع لاحتمالات خطرة رأينا نتائجها سابقا في سنوات 88 و89 و2007 و2008. اجعلوا من 7 أيار 2014 محطة لقاء ووفاق ورقي بخلاف ما كانت عليه محطة 7 أيار 2008. كيف يستسلم اللبنانيون لفكرة الفراغ الآتي من الموقع الرئاسي الأول؟ ومن ركز في وجدانهم هذه القناعة التي أنتجت قبولاً نفسياً بوضع ينذر بأوخم العواقب في حال غياب رأس الدولة ورمز وحدة الوطن؟ كيف يستقيم منطق تمديد مجلس النواب لنفسه وتجاوز مدة الوكالة الشعبية وإحباط تطلعات المواطنين بدولة مكتملة المؤسسات وتامة السيادة؟ وكيف ينتظم عمل السلطات ويتوازن عندما يقطع رأس السلطة التنفيذية عن جسدها؟ أي دساتير وقوانين تشرع تعطيل النصاب وتعتبره ممارسة ديمقراطية؟ أليست سمة الديمقراطية هي التعبير عن الرأي بواسطة الاقتراع؟ وهل يسمح أن نمارس الديمقراطية ونعبر عن رأينا بتعطيل عملية الاقتراع من طريق تعطيل النصاب؟ التعطيل هو نقيض الديمقراطية. وأمل سليمان أن تتحقق مقولة إن قوة لبنان بقوة جيشه، لافتا إلى أنه شهد وعاش كل الحروب ومواضيع الخلاف والحوار، فلا الأزمات كانت لبنانية فقط ولا المحاربون وضعوا حساباتهم بمعزل عن مصلحة لبنان. وأشهد اليوم كما قال على نمو الاقتناع الراسخ بتحييد لبنان عن أزمات المنطقة على الرغم من التورط فيها جهرا أفرادا وجماعات. تلتئم اليوم الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار في عهد الرئيس ميشيل سليمان، جولة على سنوات 6 من حوار التأم على وقع التأجيل والمقاطعة والانقطاع ولم تخرج عنه الاستراتيجية الدفاعية المرتجات. لم يكن درب الحوار يسيراً، وها هو يختتم رحلته بجولة تحمل الرقم 18 مع مفارقة أنه لم يبلغ سن الرشد. طاولة الحوار هي تقليد أرساه الرئيس نبيه بري عام 2006 بمشاركة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكن عدوان تموز حال دون استكمال الاجتماعات التي كانت تحصل في مجلس النواب. استكمل الرئيس ميشيل سليمان الحوار بعد 4 أشهر من انتخابه. التأمت الجلسة الأولى في 16 من أيلول 2008 بحضور كامل الأقطاب
نبيه بري، فؤاد السنيورة، أمين الجميل، ميشيل عون، ميشيل المر، الياس سكاف، محمد الصفدي، محمد رعد، وليد جنبلاط، سعد الحريري، بطرس حرب، غسان تويني، أجوب بكرادونيان، وسمير جعجع. وكان ضيف الشرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنذاك عمر موسى. في تلك الجلسة الأولى كان العنوان الرئيس وضع استراتيجية دفاعية تستند إلى القوات المسلحة وتستفيد من طاقات المقاومة. الاستراتيجية الدفاعية رافقت الحوار بجلساته كافة، لكنها بقيت حبراً على ورق، فتكررت عبارة استكمال البحث بالاستراتيجية الدفاعية في 13 بياناً ختامياً من أصل 18. بوتيرة منتظمة تابعت طاولة الحوار اجتماعاتها حتى الأول من حزيران 2009 بالتزامن مع تأليف فريق من الخبراء لمتابعة موضوع الاستراتيجية. بعد الانتخابات النيابية عاد الحوار بتسمية وتشكيلة جديدتين، فالتأمت هيئة الحوار الوطني في 9 من آذار 2010 برئاسة سليمان وحضور وجوه جديدة: نجيب ميقاتي، فريد مكاري، الياس المر، سليمان فرنجي، طلال أرسلان، ميشيل فرعون، جان أوغاسابيان، أسعد حردان، وفايز الحشاهين. أما من القدامى فبقي بري، الحريري، الجميل، عون، السنيورة، جنبلاط، رعد، الصفدي، بكرادونيان، وجعجع. بهيئته الجديدة التأم الحوار 5 مرات متتالية ما بين أذار وتشرين الثاني 2010، تخللها تقديم عدد من الأقطاب تصورهم للاستراتيجية الدفاعية. أما الجلسة الأخيرة فشهدت مقاطعة من عون ورعد وفرنجي وأرسلان وحردان. بسبب الأحداث الأمنية والسياسية غاب الحوار من 2010 ولم يستأنف إلا في 11 من حزيران 2012، وهي الجلسة التي شهدت إعلان بعبدة والتي بدأت فيها مقاطعة جعجع للجلسات. في الجلسة 14 أي في 25 حزيران 2012 استؤنف البحث في الاستراتيجية الدفاعية من زاوية التصور الذي قدمه سليمان. أما جلسة تموز فتأجلت إلى آب، لكن عددا من الأقطاب غابوا عنها فتأجل البحث في الاستراتيجية. مذ ذاك دخل الحوار رسميا دوامة التأجيل والمقاطعة، فالجلسة 17 ما قبل الأخيرة أجلت مرتين، وحين التأمت غاب عنها إلى الحريري وجعجع كل من رعد وفرنجي وأرسلان وحردان. الجلسة الأخيرة ستكون وداعية، وسيكتشف أقطابها أنهم وبعد سنوات 6 لم يتوصلوا إلى استراتيجية دفاعية جامعة. زيارة الراعي إلى القدس، ماذا يقول القانون؟ تقرير هيفا زعيتر. زوبعة الزيارة البطريركية للقدس المحتلة مستمرة. من انتظر أن يعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التراجع عن قرار الزيارة في سيدة لورد في فرنسا اليوم لم ينل مبتغاه، وبقي في انتظار حضور الراعي إلى لبنان قبل التوجه براً عبر الناقورة إلى القدس المحتلة كما أعلن الصرح البطريركي. مؤيد الزيارة ما زالوا على رأيهم، ذريعتهم أن هدفها رعوي ديني بحت يصب في إطار جريء يهدف إلى محاربة التهويد من الداخل. أما رافضوها في السر كما في العلن فيستحضرون الإشكاليات. أولاً من جهة هذه الزيارة لم تنضج، يعني كانت مفاجأة. 2 لم يتم التشاور حولها. 3 مع صعود التطرف الإسلامي تعطي هذه الزيارة حجة للإسلاميين المتطرفين لإعادة اتهام المسيحيين بأنهم إسرائيليين أو مع اليهود. موضوع العلاقة مع إسرائيل الشيء الذي انتهى منذ سنة 2000، يعني هذا كان موضوع خلال حرب لبنان تحمل من جرائه المسيحيين الكثير من الأضرار وانتهى بالتحرير، والآن هذا موضوع مغلق، فتحه الآن ليس مناسبا. في الشكل قد لا يخالف الراعي قانون المقاطعة، فثمة اعتراف بأحقية رجال الدين بزيارة رعيتهم، وجواز السفر الفاتيكاني ينقذهم من حرج قانون المقاطعة، لكن القانون الدولي يرد بأن مسألة الجنسية لا تسقط، فيبقى الراعي لبنانيا يسافر عبر أرض لبنانية. وإلى هذه الإشكالية تضاف إشكاليات كثيرة أخرى. لا أحد يستطيع أن يحميه من أي مطب إسرائيلي غير متوقع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا أحد يستطيع أن يمنع الإعلام الإسرائيلي من إعطاء حجم لهذه الزيارة غير الحجم الحقيقي لها،
ويصبح الحجم الإعلامي أهم من الحجم الذي يريده البطريرك. ثالثا اعتقادي أنه هذا سيعمل إحراج لدى البطاركة الأخرى والكنائس المسيحية الأخرى داخل فلسطين. هذا الإحراج يعكسه موقف رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في القدس، وإن كان يصر على التزام البروتوكول باستقبال البطريرك. وإذا ما قرر ضبط البطريرك شارة الراعي أن يزور القدس، سيجدنا في استقباله مرحبين به، لأننا نحترمه ونعتبره شخصية كنسية ورمزا وطنيا. أما إذا قرر ألا يزور بسبب مسألة التطبيع، فنحن أيضا سنحترم هذا الموقف، موقف تاريخي لكل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في هذا الشرق بعدم زيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وهذا موقف وطني ومبدئي مشرف، نادى به قداسة البابا شنودة، ونادى به البطريرك هزيم الله يرحمه، وكذلك البطريرك الصغير لم يزر في ظل يعني عندما كان بطريركا. يا سيدتي، القدس محتلة وفلسطين كلها محتلة، وأنت تعرفي أن قوة الاحتلال، عندما نتحدث عن احتلال نحن نتحدث عن استعمار وعن عنصرية وعن تدخل في كل الجوانب الحياتية لمن يريد أن يدخل ولمن يريد أن يخرج. يتحدث عارفو الراعي عن عناده وتصلبه في رأيه، لكنهم يعولون على تأثره برأي المطارنة الرافض للذهاب، فمهما أثارت زيارته لسوريا أو روسيا ضجة إعلامية، تبقى زيارة إسرائيل الأكثر إشكالية على الإطلاق. البطريرك الراعي استغرب انتقاد بعض الجهات السياسية في بيروت للزيارة، وقال ردا على سؤال للنهار: لا داعي إلى كل هذه الحركة في لبنان، قداسة البابا سيشرف أراضي النطاق البطريركي بزيارته، ولا يليق إلا أن نكون في استقباله في الأراضي التابعة لنا بما فيها الأردن وفلسطين والتي هي اليوم إسرائيل. من ناحية ثانية، لدينا هناك رعايا وأبرشيات ويجب أن نزورها مرة كل 5 سنوات وفق القانون الكنسي. وأضاف الراعي: أنا أعلم جيدا أن إسرائيل دولة عدوة وتحتل أراضي لبنانية أيضا، وأحترم القوانين اللبنانية، وليس لدينا لقاءات مع شخصيات إسرائيلية، وأنا آسف لأن بعض اللبنانيين يريدون أن يخلقوا مشاكل حيث لا مشكلة، فلنحل المشاكل القائمة بدل أن نوجد مشاكل جديدة. وختم قائلا: هذا معيب ومخزي أن يسمعه العالم منا. علقت وزيرة المهجرين أليس شبطيني من برنامج الأسبوع في ساعة على طلب رئيس الجمهورية من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود التواصل مع المحكمة الدولية لشرح مدى التزام لبنان حرية الإعلام والصحافة والتداول حول إمكان الملائمة مع القوانين اللبنانية مع الحفاظ على حسن سير المحكمة. مدعي عام التمييز أجدى، ولو كنا بعدنا بمرحلة تحقيق بالدعوة أمام المحكمة الدولية، إنما صرنا بفترة محاكمة وصدر القرار الاتهامي. ما بيتهيأ لي أنه المدعي عام التمييز حاليا عنده دور ضابط ارتباط أو دور كبير، وكل ما جرى متهيأ لي يلي شفته يلي سمعته عبر وسائل الإعلام إنه تم حديث وكلفوا شفهيا. ما في شيء بعد مكتوب ولا في أي طلب مكتوب. التخاطب لا يكفي بفتكر لإعطاء النتائج يلي أنتم بتنتظروها. نعم، بيتهيأ لي في غير طرق مش هالطريقة هيدي للحصول على نتائج. نعم. أنا ما بحسبها، بس مثل ما بشوف إنه بوقت الحاضر رئيس مدعي عام تمييز ما عنده دور إلا التبليغ، أكثر من هيك ما فيش عنده دور. نعم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة في العالم، حرية الإعلام في لبنان تنتهك بقرار أممي يخرق القانون الدولي.
حرية وسائل الإعلام من أجل مستقبل أفضل، هذا شعار العام ليوم حرية الصحافة في العالم. ويأتي هذا اليوم وهذا الشعار في وقت تشهد وسائل الإعلام وصحفيون كثر على انتهاكات فاضحة لحقوقهم وحريتهم وبشكل خاص في الدول العربية، وهو ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المختصة بالدفاع عن حرية الصحفيين والقضايا المكدسة في المحاكم، ويكشفه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا العام بارتفاع أعداد الضحايا في عالم الصحافة والمحرومين حريتهم، 16 صحفياً مقتولاً، 180 صحفياً مسجوناً، 9 صحفيين مدنيين قتلى، و164 صحفياً مدنياً مسجوناً. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود بقائمة تورد فيها 39 شخصاً اعتبرتهم صيادين لحرية الصحافة، وهم من قادة دول وسياسيين ورجال دين وميليشيات ومنظمات إجرامية من الذين يمارسون الرقابة على الصحفيين والعاملين الآخرين في الحقل الإعلامي، ويسجنونهم ويختطفونهم ويعذبونهم ويقتلونهم أحياناً. وتضيف إنهم أقوياء خطرون عنيفون، وأن هؤلاء الصيادين يعتقدون أنفسهم فوق القوانين. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم حيث نشهد كوسيلة إعلامية انتهاكاً فاضحاً للحريات الإعلامية في لبنان ومن محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يخرق إعلان وايندهوك المعتمد لتخريد حرية الصحافة، والذي يركز بشكل أساسي على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وانطلاقاً من هذا النص تحديداً، وفي هذا اليوم نتوجه بإخبار إلى المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة أن حرية الإعلام في بلادنا تواجه خطراً مرعباً دولياً، وذلك لأننا كوسيلة إعلامية نعمل من أجل مستقبل أفضل كما الشعار المطروح ليوم حرية الصحافة في العالم. بعد الفاصل، هل تفقد النبطي سوقها؟ أهلا من جديد. هل سينقل سوق الاثنين من ساحة النبطي؟ تحقيق للزميل هادي الأمين. يعود تاريخ سوق الاثنين في مدينة النبطية إلى أكثر من 400 عاماً. حالياً وبسبب التفجيرات المتنقلة والإجراءات الأمنية المشددة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، يجري البحث في إعادة تنظيمه ونقله من ساحة المدينة إلى مكان آخر، الأمر الذي يثير جدلاً وخلافاً بين أصحاب المحال التجارية المطالبة بنقله وأصحاب البسطات المعترضة على ذلك. بالعكس، هلا يكون هون ما في بسطات بالسوق هون الاثنين، اصحاب المحلات ما بقعد يجي عالم زياده عليها، بالعكس نحن ما عم نضر اصحاب المحلات، نحن عم نفيد اصحاب المحلات. شو بيأثر عليكم اذا نخطب مطعم؟ شو بيأثر علينا كثير، لانه هالزبون معود علينا هون. نحن مع سوق التنين ضد النقل، نحن التنين بدنا نضل هون، اذا نقلوا سوق التنين انتهى السوق، يعني صاروا بيطلع 150 سنه. لا، يضل السوق هون احسن اكيد، انه بس انه والله هونيك بنتزع السوق، عرفت كيف؟ بعش العالم يقصوا. انا كان عمري 5 سنين وامي تجيبني على السوق النبطيه، وصار عمري 65 سنه وبعد سوق النبطيه مثل ما هو. نحن معودين عليهم بساحه امام الحسين، والعالم كله معوده عليهم، فاذا انتقل السوق معناتها انه انلغى. اما اسباب اصحاب المحل التجاريه التي تطالب بنقله، نحن اصحاب المحلات هون بالنبطيه عم نعاني كثير من هذا الضغط اللي بالبلد، فهلا عم ينحكى بطريقه خطه جديده تنقل الاسواق هي البسطات لخارج المدينة، يعني على ضواحي المدينة، هذه بتخفف علينا نحن كأصحاب محلات عبء. بيأثر على أصحاب المحلات التجارية بصورة خاصة، التجار اللي عندهم أصناف شعبية، لأنه بيأثر عليهم بحدود 75%، لأنه ضاعت نفس الضاعة، وهذا صاحب البسطة عنده إيجار بالأسبوع 5000 ليرة لبلدية النبطية، ما عنده إيجارات، ما عنده اشتراك كهرباء، ما عنده تليفون، ما عنده ضريبة دخل، ما عنده شيء، ما فرقاني معه. أنا عندي مؤسسة بصراحة سكرت، حطيت عليها مبالغ. لسه سكرتها مشان ضل حافظ على كرامتي كتاجر.
هالسوق لازم ينتقل اجباري وتكون تجربه يا اخي للتاجر ولاصحاب المحل. التاجر اللي جاي من برا بيستفيد وبيجرب، واصحاب المحل بيتنفس وبيرجع زبون وبيشتري من عنده. الفكرة تبحث بشكل جدي من قبل المعنيين في المدينة. يشرح رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل الأسباب التي تدفع لنقله وإعادة تنظيمه. أول شيء عم ندرسه للحفاظ على هيدي القيمة التراثية والاقتصادية، واثنين نعمل توازن ما بين المصالح اللي مصالح المعنيين إن كانوا أصحاب البسطات أو إن كانوا المؤسسات التجارية. هو يعني تخفيف من سلبيات الحركة التجارية للمحلات تحديدا، لأنه بالوضع الأمني صار عم يتسكر السوق، يعني ما عاد صارت السيارات والحركة صارت خفيفة للمحلات التجارية، يعني اللي قصد البسطة هو قصدها. كذلك وبحسب كحيل فمن الأسباب الأخرى التي تستدعي نقل السوق إلى خارج وسط المدينة وجود المراكز الإدارية ومكاتب المهندسين وعيادات الأطباء التي تتأثر بشكل أو بآخر بإقفال السوق نهار الاثنين، مؤكدا مراعاة ظروف أصحاب البسطات ومصالحهم. مسيرة للعاملات الأجنبيات لمناسبة عيد العمال المطالبة بحقوقهن. لا عجب أن تحتفل العاملات الأجنبيات بعيد العمال في الرابع من أيار بدل الأول منه، فيوم الأحد هو يوم عطلتهن الوحيد، وفيما تحرم بعضهن حتى يوم العطلة هذا خرج بعضهن الآخر إلى الشارع للمطالبة بالحماية القانونية لهن. تحرك اليوم بدأ بمسيرة مطلبية انطلاقاً من الدورة مروراً ببرج حمود ووصولاً إلى محطة القطار في مارم خايل، حيث كانت كلمات مقتضبة بلغات عدة تلاها رقص على أنغام موسيقى الجاليات المشاركة. يمكن الانتحار كان طريق الوحيد قدامنا لنتخلص من حياتنا، بس ما تعملوا هيك لأنه الانتحار شي صعب، انتوا كنوا محاتنا بعاتهم بنتظركم، نحن مش محميين من قانون، مصيرنا بيحدده مثل ما بده الكفيل. How do you feel as a person who is working in Lebanon? One thing sincerely I feel neglected because I don't get the rights that I need as a worker. When I come to the events, to the organization that are being arranged by the Caritas and by the Fiji, and thanks to them, they give me much knowledge that I know me as a worker, I need this and I need this. And I can fight for it in any way. We have been here for some time and I'm liaised with many African workers. We are trying to, like this Fiji Gala event, we are trying our best to tell the government where it remains for us to do something for us. They are doing their best, but we want them to do more. المسيرة التي قادتها العاملات نظمت بمشاركة من الداعمين لحقوق العاملات والناشطين من مختلف الميادين وعدد من الجمعيات مثل كاريتاس وكفا وعامل وإنسان، إضافة إلى Migrant Community Center. تنقول للشعب اللبناني ونقول لكل العالم بلبنان إنه هودي العالم عندهم حقوق، هن إنسان مثلنا مثلهم ولازم نتعاطى معهم كعمال عندهم حقوق وعندهم لازم تحترم حقوقهم، فنحن هون اليوم عم نطالب لهم بحماية قانونية وإلغاء نظام الكفالة. نحن عم نحاول نسمع الجمعيات كلها لنجي مع بعض ونطالب بحقوق عاملات المنازل الأجنبيات. بنعرف إنه في كتير أشخاص بيحترموا لهم حقوقهم، بس هن كون عادتهم بالبيت عم تفتح باب بلا انتهاكات ما عم يكون في إلها رقابة. بنحاول قد ما فينا يكون في حماية قانونية لإلهم، لأنه في كتير حالات انتحار عم تصير بمعدل حالة بالجمعة اللي هو عدد كتير كبير، ومنطالب إلغاء نظام الكفالة اللي هو عم يفتح باب لكتير انتهاكات عم تصير. تحرك عمالي مطلبي ثقافي فيه كثير من القهر الممزوج بالفرح، تحرك للسنة الرابعة على التوالي، وحقوق العاملات الأجنبيات ما زالت تنتظر إقرارها. رونا حلبي، قناة الجديد. نظمت جمعية بيروت ماراثون سباق السيدات الثاني ركض لقدام بيكفي رجع لورا بمشاركة أكثر من 9000 عداء وعداءة، والأثيوبية أريغو أباتي فازت بالمرتبة الأولى. تقرير نوال بري. Come on ladies, shake it.
لأنها قررت ألا ترجع خطوة واحدة إلى الوراء، نزلت إلى ماراثون السيدات في وسط بيروت ورقدت إلى الأمام بالدفاع. أكثر من 9000 مشتركة إضافة إلى 2000 رجل نزلوا إلى شوارع المدينة، وما إن انطلقت صافرة الانطلاق حتى رقدت النساء بعزم. اليوم الأجواء بهالماراثون الخاص النسائي بتخلينا نشعر بالحماسة والفخر بنساء لبنان اللي عم بيشاركوا اليوم لحمل رسالة بتأكد إنه الرياضة هي جزء من الحضارة. ست وفاء باقي لكم. واليوم في رسالة أيضا وجود المرأة هون اليوم تأكيد وتثبات على تحقيق ذاتها وطلباتها وحقوقها. وفي رسالة توعية أساسية بهالنشاط وهي إنه المرأة الرياضة هي جزء من حياة كل واحد منا، وخصوصا المرأة اللي عندها مسؤوليات كبيرة لضغوطات الحياة المتزايدة. المشاركات أتينا من مختلف المناطق ومختلف البلدان، وإن كان ماراثون السنة الماضية قد انطلق على وقع صواريخ نزلت على الضاحية، فاليوم المشهد تغير وانطلق الحدث على وقع خطوات نساء رائدات ولامعات كل في مهنتها. نحن نجيب معنا أولاد من المدرسة من شحيم من شوف يوم يقعدوا معنا لصالح لبنان ولصالح الوضع المرأة والرجل أيضا والمواطن اللبناني وكل اللي بيعيشوا بالبلد. بالنسبة لي أنا المرأة اللبنانية قوية قوية جدا، هي بتعرف كل شيء وما شاء الله تعليم عالي ونشاط وكل المهم يكون لديها إمكانية توصل للمرحلة يعني اتخاذ القرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الإداري، هيدا مهم يعني. ولا خلي الناس تطلب من الرجال يسيبهم شوية سبيس أيضا للسيدة الست اللبنانية أن هي تأخذ القرار. نحن مشاركتنا كعنصر نسائي بماراثون السيدات هو لتأكيد المساواة يلي موجودة بقوى الأمن الداخلي بين كافة العناصر الذكور والإناث، ونحن ما عم نواجه صعوبات بهيدا الموضوع، وهيدا كله عم يغني قوى الأمن الداخلي وبيرجع لسياسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس واللي عم بيشجع على الانفتاح والتعاون مع المجتمع المدني. يعني بتحسوا انه ما في شيء بيصعب عليكم انه كنساء بهيدا لا بالعكس عم نلاقي مساواة تامة بهيدا الموضوع، ونحن بنشجع عناصر قوى الامن ليشاركوا بالنشاطات الرياضية لانه الرياضة بتنمي الروح الرياضية عندهم وبتقوي وبتعزز القوة الفكرية والجسدية. والرجال الذين اتوا متضامنين قرر الركض لحقوقها. انا اليوم جاي كرمال اتضامن مع المرأة اللبنانية لان هيدا المجتمع اللي نحن منشوفه بلبنان، هيدا المجتمع اللي منحب نعيشه. المرأة هي الام وهي الاخت وهي كل شيء والزوجة. كتير مهم انه اليوم نحس مع بعضنا البعض ونشوف اهمية هيدا النهار اللي عم يجسد دور المرأة بالمجتمع اللبناني. انا بحياتي تعلمت شغلة كتير مهم انه استعمل الضعف قوة، وانا مشيت كل هالمسافة وعملت وورد ريكورد لان ضعفي كان قوتي، وهذا اليوم اللي عم يتبرهن اليوم. اذا بتشوفي كل هالصبايا الحلوين وانت حضرتك ستنا انه هذا الجمال كله اللي موجود هون، هذا المجتمع كله، هذا قوة بحد ذاتها مش ضعف، هذا حنان. الختام كان بنفس حماسة البداية وقد وزعت الميداليات على الفائزات. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واتحاد بلديات الشوف السويجاني تطلق بالتعاون مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية مركز تدريب خاص بالمرأة في بعقلين الشوف. افتتحت اللبنانية الأولى ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة وفاء سليمان مركز تدريب خاص بالمرأة في مقر اتحاد بلديات الشوف السويجاني بلدية بعقلين في إطار التعاون مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ممثلة بنائب الرئيس الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي. وحضر الاحتفال كل من الوزيرة أليس شبطيني العم، النائب مروان حميدي، والسيدة نورة جنبلاط، والوزيرة السابقة منى شويرع ورئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني الدكتورة نهى الغصيني وقائم مقام الشوف مارلين قهوجي. أيتها السيدات، لبنان في خطر، أرجعنا للوطن كيانه وطالبنا بالحقوق بعده، فإذا انعدمت الأرضية فأين تمارس الحرية؟ الحق لا يستجدى والمساواة لا ترجى والإرادة يصنعها العقل لا يصنعها العرب. يقولون دائماً المرأة نصف العالم، هل نسوا أنها الأم لنصفه الآخر؟
إذن المرأة قوية في لبنان، ولكننا نطالبها بالتريث بالنسبة للجنسية لأولادها. فلبنان وضعه السياسي صعب جدا، ونحن نرفض التوطين من أي نوع هو ومن أي باب أدى. إنه حدث سعيد نحتفل به معا اليوم، يجعلنا أكثر ثقة بالمستقبل. وما كان لهذا الحدث أن يتحقق لولا الدعم الذي قدمته مؤسسة الوليد بن طلال، وعلى رأسها السيدة الفاضلة ليلى الصلح. وآخر إنجاز تمكنت الهيئة من تحقيقه كان إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب رفع إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع. ومن المطالب الحيوية إقرار قانون جديد للجنسية يتيح للزوجة منح الجنسية اللبنانية لزوجها الأجنبي وأولادها. مع الحفظ للي قلته طبعا. وتسلمت كل من السيدة الأولى وفاء سليمان والوزيرة الصلح درعا تقديرية من السيدة نورة جملاط والدكتورة نهى الغصيني. بعد الفاصل كيف إلى قلب؟ أهلا من جديد. اتفاق هدنة يحرر حمص القديمة من جحيم الحصار، والجيش النظامي يحرز مزيدا من التقدم لا سيما في بلدة المليحة في الريف الدمشقي، ونتنياهو يأمل بمزيد من العلاقات السلمية مع السعودية. بعد حصار فرضته قوات النظام السوري على أحياء حمص القديمة استمر أكثر من عامين، بدأت هذه الأحياء تتنفس في ظل اتفاق هدنة بين قوات النظام السوري من جهة والجيش الحر والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، برعاية الأمم المتحدة والهلال الأحمر وبحضور إيراني وروسي. اتفاق الهدنة جاء نتيجة لقاء جمع وفدا يمثل ثوار المعارضة في الأحياء المحاصرة وضابطا إيرانيا رفيع المستوى يشرف من فندق السفير على العملية، بحضور اللواء ديب زيتون رئيس جهاز الاستخبارات السورية العامة ومحافظ حمص طلال البرازي. وينص الاتفاق على خروج جميع المحاصرين البالغ عددهم نحو 2400 شخص بين مقاتل ومدني، على أن يخرج المقاتلون مع بعض أسلحتهم المتوسطة فقط كالرشاشات، ويجري إخراج المحاصرين على دفعات إلى ريف حمص الشمالي بواسطة حافلات برفقة عضو من الأمم المتحدة، ويتولى الهلال الأحمر نقل المصابين وإدخال المواد الغذائية إلى حي الوعر، في مقابل إدخال الطعام والشراب إلى بلدتين نبل والزهراء المواليتين للنظام والمحاصرتين من قبل المعارضة في حلب. إلى ذلك تواصلت الاشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في دير الزور شرقي البلاد، وفي العاصمة دمشق قصف الطيران الحربي عددا من المناطق كان أبرزها حي جوبر الدمشقي وبلدة المليحة في ريف دمشق، حيث أحرز الجيش النظامي السوري مزيدا من التقدم في البلدة أحد معاقل المعارضة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الجزء الأكبر من بلدة المليحة أصبح في عهدة الجيش، إضافة إلى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة، فيما أكد الجيش السوري سيطرته على المليحة كما على جزء كبير من المزارع المحيطة بالبلدة، وأن وحداته قضت على أعداد من الإرهابيين. قمنا اليوم بمتابعة المهمة القتالية الممكنة إلينا، وهي تحرير المليحة من الإرهابيين المرتزقة، حيث قمنا بهجوم ساحق ومباغت وجريء من خرق دفاعات العدو في مزارع المليحة، حيث تمكننا من قتل العديد من الإرهابيين وفرار العدد الآخر منهم، حيث وصلنا إلى طريق المليحة دير العصافير وقمنا بالسيطرة على هذا الطريق متابعين مهمتنا القتالية. وفي سياق متصل أورد التلفزيون السوري مقابلة أجرتها إحدى محطات العدو الإسرائيلي مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، رد في خلالها على سؤال حول نظرته إلى المملكة العربية السعودية وهل علاقته جيدة معها، وكان الجواب במדיניות בתפיסות אזוריות. אני גם מאמין שסעודיה רואה כמונו שיש סכנה גדולה מאוד מהתפשטות הטרור על ידי גורמים קיצוניים, ואני מצפה ש
המשטר הסעודי וכמו משטרים אחרים يفعلوا نجد كوخوت مسكنين هذا. هذا وبث التلفزيون شريطا بثته وسائل اعلام غربيه عن قتل ارهابي بريطاني لمواطن سوري مكبل اليدين في مدينه الرقه شمال وسط سوريا. الرئيس المصري السابق حسني مبارك يظهر من جديد، حيث رصدت كاميرا فيديو خروج مبارك من نافذة غرفته في مستشفى المعادي العسكري ملوحا لأنصاره الذين تجمعوا أمام المستشفى للاحتفال بعيد ميلاده 86. وقد ظهر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس مبارك في محيط المستشفى ووجه التهنئة إلى جده عبر صفحة منسوبة إليه على الفيسبوك قائلا: Happy birthday Mr. President. أثناء تواجدها في المطار وقبيل سفرها إلى بلدها بلحظات، قامت خادمة بإرسال مقطع فيديو عبر واتساب إلى كفيلتها الكويتية يظهر فيها اعتداؤها على رضيعتها البريئة بضربها بشكل وحشي على وجهها بصورة تدمي القلوب وتخالف كل الأعراف الإنسانية. ولم يلاحظ أهل المنزل على الخادمة التي قامت بفعلتها الشنيعة ما يبعث على الشك فيها، فاطمأنوا لها واكتسبت ثقتهم على الرغم مما كانت تضمره في قلبها من الحقد والكره تجاه مخدومتها، فانتهزت فرصة خلوتها بالطفلة الرضيعة وقامت بالاعتداء الوحشي عليها من دون رحمة. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الاثنين 5 أيار 2014. ونبدأ مع النهار: سليمان يرفض مؤتمرا تأسيسيا يلغي المناصفة، الراعي للنهار انتقاد الزيارة مخزن ومعيب، إنجاز اتفاق حمص القديمة في حضور إيراني تقدم في المليحة والنصرة هاد داعش، اتساع دائرة الاضطرابات في أوكرانيا، انفصاليون اقتحموا مركزا للشرطة في أوديسا. في السفير لهذا اليوم: محاولة مسيحية لثني الرأي عن زيارة الأراضي المحتلة، سلة تسوية شاملة بعد 25 أيار، انقلاب لجبهة النصرة في درعا، توغل للجيش في المليحة ونحو سجن حلب. في عناوين الأخبار: الثورة تتخلى عن عاصمتها، بدء خروج المسلحين من حمص غدا، عون لحزب الله مرتاح ومتفائل، الوصية لـ 11 لا تطبع. في الأنوار لهذا اليوم: جلسة وداعية لهيئة الحوار وسليمان يحذر من الإخلال بالميثاق والمناصفة، لبنان والدول المضيفة للنازحين السوريين تطالب الأمم المتحدة بالمشاركة في الأعباء، المعارضة تعلن عن اتفاق الانسحاب مقاتليها من حمص، الراعي يرأس قداس الحج العالمي لفرسان مالطا في لورد. لهذا اليوم: الراعي سيدخل الأراضي المقدسة عبر الأردن وشخصيات مسيحية تحاول ثنيه عن الزيارة، سليمان الحكومة لا تستطيع ملء الفراغ والقيام بالمهام الوطنية بغياب رئيس، بدأ البحث عن مرشح وفاقي رغم أن الانتخابات لن تحصل قبل أيلول القادم، الأسد على جميع الجهات تسهيل عمليات الإغاثة، المسلحون ينسحبون اليوم من حمص و50 سلموا أنفسهم، مستشار خامنئي حدود إيران شواطئ المتوسط عبر لبنان. أما في المستقبل: حزب الله خارج حدود الحوار الوطني، سليمان حذار الفراغ والمؤتمر التأسيسي، المحكمة الدستورية تقصي 21 مرشح للرئاسة وتقبل 3 بينهم بشار، كيمون الأسد يمنع وصول المساعدات. أما في عناوين البناء: حوار لون واحد ورفع عتب في حوار بعبدة وحضور مماثل لجلسة الانتخاب، لغم السلسلة رئاسي فهل يتدارك عون الخطأ؟ حمص اليوم آمنة والنموذج ينتقل إلى حلب.
في عناوين اللواء سليمان يشكك بقدرة الحكومة على ملء الفراغ والجميل يترشح اليوم. عون ينتظر هيل والتنسيق تستعد للشارع قبل جلسة السلسلة. صفقة حمص خروج 2250 محاصرا مقابل الإفراج عن 70 أسيرا لدى المعارضة. الأسد يواجه مرشحين فقط. النصرة تعتقل قائد جبهة درعا بالحر. أما في البلد، سليمان محذرا من الفراغ يشرع لخيارات تخل بالميثاق، تقدم مزدوج. الراعي يترأس القداس العالمي في سيدة لورد موسكو لمعاقبة سياسة كييف الإجرامية. أما في أبرز ما جاء في الجمهورية لهذا اليوم، حوار بلا متحاورين وانتخاب بلا رئيس. تفاصيل صفقة حمص في عناوين الحياة. توقيع اتفاق إجلاء المعارضة من حمص ومعارك في حلب وتقدم للنظام في المليحة. الجربة يبحث في واشنطن مكافحة المتطرفين. هو النصرة توقف قتال داعش وتعتقل قادة في الحر. جواد لا يحب التانجو بقلم غسان شربل. أخيرا مع الشرق الأوسط، نائب رئيس المؤتمر الوطني رفض الاعتراف بفوزه وعده انقلابا. معيتيق سادس رئيس للحكومة الليبية منذ سقوط القذافي. أحد المطلوبين ارتبط بانتحاريين في إيران. الداخلية السعودية استعادة الجهني والعنزي من باكستان. انتقادات للمجتمع الدولي لتقاعسه عن دعم اللاجئين. صفقة حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا. كان في النشرة سليمان في افتتاح قريته. لا تعلق الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود. بعبدة تشيع طاولة الحوار ب28 جولة. إثيوبيا تقطف سباق الرقد لقدام متفوقة على مدامات لبنان. والعاملات الأجنبيات يتظاهرن لحقوقهن. الانتحار كان طريق الوحيد قدامنا لنتخلص من حياتنا. زيارة الراعي للقدس بالقانون والسياسة. ذهابه لن يفسر ولا رعويا ولا دينيا، سيفسر سياسيا، وهذا ليست لمصلحة ولا بكركي ولا الموارني ولا لبنان. ماذا قال نتنياهو عن علاقة إسرائيل بالسعودية؟ انتراسي مشوتفين شنخ يقولين لكدم أتام بكلكلة. هذا كان كل شيء في نشرتنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند 10:30.